وانا باكد لك انه في جهود كبير على مستوى التضحيات على الاقل بدعم الناس، صارت معتبر انه لازم يكون في دعم اكثر. فلما كنت اسمع انه ما في تواصل، كنت افهم التواصل يعني انه انا اذا بدي فوت ابني على المدرسه لازم يكون واقف جنبي، مع انه هو باكد لك انه خسر معظم ما يملكه بهالاتجاه. الشغلة الثانية هي التجارة عند السياسيين بمختلف أنواعها، حلفاء وغير حلفاء، وكل واحد صار يفتح على حسابه. لكن الخزلان اللي الأكبر كان من الإقليم ومن الخارج، كمان استندنا إلى أنه إمكانية إعادة الدعم على المستوى الإقليمي المستوى العربي أو دعم دولي فرنسي بشكل أساسي وربما أمريكي، كلها هالأمور لم تحصل. فلهيك أنا محله بشعر بالإحباط. هلا بعد ما ترك يمكن بعض الناس اللي بيعتبروني انا تسببت بخزلان لاني وقفت الوقفه هيدي، لكن انا بعتبر انه الوفاء ما في يكون من جهه واحده.